السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة حكايات ورسومات ماما ياسمينة. النهاردة هنعمل مع بعض مقلمة سهلة وبسيطة جدا جدا، زي اللي احنا شايفينها قدامنا في الصورة دي. تعالوا نشوف مع بعض الأدوات اللي هنستخدمها، بس قبل ما نشوف الأدوات ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان توصلوا كل إشعارات القناة. الأدوات اللي هنستعملها علبة فاضية، أنا هنا جبت علبة فول فاضية عندي، مسطرة، قلم رصاص ومقص ومسدس شمع، وطبعا فوم او فوم جليتر عشان نغلف بيه العلبة. زي ما احنا شايفين هنا دي مقلمة انا كنت عاملاها قبل ما اصور الفيديو، يعني شكل تاني غير اللي انا هعملها دلوقتي. احط فيها الحاجات بتاعتي شايفينها. يلا نبدأ. هنا انا قطعت العينين والودان بتاعت الشكل اللي انا هعمله، انا هعمل شكل قطة. قطعتهم بالفوم الاسود الجليتور. ده الفوم اللي انا هلزقه على العلبة، قطعتي بيه كل العلبة. طبعا قبل ما بقصه باخد مقاس العلبة بالظبط، بحط العلبة عليه واشوف المقاس قد ايه وابدأ بعد كده اقص. خلاص خلصنا قص بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هبدأ بعد كده ألزق الفوم على العلبة اللي انا جايباها. بعد ما اساوي طبعا الاطراف، انا كنت سايبة هنا حوالي 2 سم زيادة من طول العلبة، لان العلبة دي خلي بالنا واحنا نستعملها بتكون فيها من جوه طرف حاد كده ممكن يعورنا، فانا سبت 2 سم بحيث ان انا اتنيها لجوه واغطي الطرف الحاد ده عشان لما اجي بعد كده استعملها ما يبقاش فيها اي خطر. هبدأ اثبت بمسدس الشمع الفوم بتاعي. هنا وانا بثبت الاطراف من الداخل عشان لما اجي استعملها زي ما قلت صوابعي ما تتجرحش او تعور. بحاول ان انا ادوس، يعني احط مسدس شمع وادوس واثبت لجوه. ده شكلها بعد ما ثبتها لجوه. بفضل ماسكاها فتره كده عشان الشمع بتاع المسدس يثبت كويس.
وبعد كده هبدأ ألزق الشكل اللي أنا قصيته على الشكل الخارجي من برا، وشكل اللي عملته هنا اللي هو شكل القطة زي ما أنا قلت لكم. هبدأ أثبت كل جزء لوحده. هنا أنا هلزق الأنف، بحط نقطة صغنونة خالص من المسدس الشمع، مش بحط كتير عشان ما يطلعش بره ويبوظ شكل الحاجات اللي انا قصاها. فانا حطيت يعني جزء صغير خالص يدوب بس اثبت بيه. بعد ما لزقت الانف هثبت فيه البق من تحت او الفم، هبدأ الزقهم على العلبة زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هبدأ أثبت العيون والودان والشنب بتاع القطة. ده كده هيكون الشكل النهائي بتاع المقلمة بتاعتنا النهاردة، سهلة جدا وبسيطة. بعد كده هبدأ احط فيها الالوان او ابدأ استعملها زي ما انا عايزة. يعني انا كنت عاملة التانية دي للمقصات وشمع المسدس وكده، والمقلمة الصغنونة اللي انا عملتها معاكم دي هبدأ احط فيها الالوان بتاعتي.
ده شكلها بعد ما حطيت ايه الالوان. يا رب النهاردة يكون النشاط سهل وبسيط ويعجبكم بإذن الله. ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك وسبسكرايب وتدعموني، وإن شاء الله استنوني فيديوهات كرافت جديدة هنزل لكم الفترة الجاية إن شاء الله، فيديوهات كرافت جديدة وكتير جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.